سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع فيه خطوات توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. واجه سيادة الرئيس بالإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليا، وده بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية. ده طبعا خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم هذه الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومسؤولي منظمة الصحة العالمية والمجموعة الوزارية المختصة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، ومن خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها، وذلك من منظور إنساني وأخلاقي وديني، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعي ليصبح مركزاً إقليمياً لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وذلك وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية وبالتعاون مع الخبرات العالمية وما لديها من علم وخبرة وقدرات، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وذلك للاستفادة من إمكانات المنظمة في تدريب وتأهيل القوى البشرية المشاركة في المشروع تمهيداً للحصول على الاعتماد الدولي، فضلاً عن التعاون مع الجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تتمثل في القوى البشرية والمنظومة الصحية ومصانع تجميع وموائمة الأطراف الصناعية ومصانع الإنتاج والبحوث الفنية والميكنة ونظم المعلومات والرقمنة الصحية. كما تم في هذا الإطار عرض تفاصيل الزيارة الحالية للوفد الفني من كل من منظمة الصحة العالمية والجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام إلى مصر بهدف تفعيل التعاون في هذا الصدد، حيث اطلع الوفد على الإمكانات المتواجدة فعلياً في مصر في هذا القطاع إلى جانب المراكز المصرية المتخصصة وكذلك المستشفيات وهيئات الرعاية الصحية، خاصة مجمع الرعاية الصحية بالإسماعيلية الذي تم تطويره على أحدث النظم العالمية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجاري تعميمها على كافة محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الوصول إلى المستوى المأمول على صعيد التأمين الطبي لذوي الإعاقة الحركية. كما اطلع السيد الرئيس على زيارة الوفد الفني الميدانية إلى مركز التأهيل بالعجوزة التابع للقوات المسلحة والذي يقدم خدمة تأهيلية متميزة لذوي الإعاقة الحركية، فضلاً عن مصنع الأطراف الصناعية التابع للمركز الذي يقوم بتجميع وموائمة الأطراف الصناعية وفق أحدث النظم العالمية وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية. وقد أشاد أعضاء الوفد بالإمكانات المتاحة حالياً في مصر فيما يخص مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، سواء من حيث التصنيع والتجميع وخدمة موائمة الأطراف للمرضى، بما يفتح الآفاق لإنشاء المجمع الصناعي الجديد. فكرة تصنيع الأطراف الصناعية دي موجودة من زمان جدا عندنا في مصر، يمكن بترجع تاريخية يعني لقدماء المصريين. أول طرف صناعي موجود أصلا كان من ضمن الأثار اللي لقيناها من قدماء المصريين، لكن إحنا عندنا كمان يمكن أكتر من مصنع في تصنيع الأطراف الصناعية، يمكن أقربهم كان في 2019 كان في افتتاح لمشروع كبير في الصعيد لتصنيع بعض الأطراف الصناعية، ولكن يعني المرة دي الوضع مختلف
خالص والشكل مختلف خالص، خصوصا بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لأطراف كتير من منظمة الصحة العالمية علشان يتكلم معهم عن الفترة القادمة في كيفية التصنيع وطريقة التصنيع. في جملة مهمة جدا استوقفتني في هذا الخبر، انه بغض النظر عن التكاليف المادية والأزمة الاقتصادية، احنا ماضين في هذا الأمر لإنشاء مجمع لتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. انت بتسعى لانك تكون مركز اقليمي برضه في ده، زي ما سعيت لانك تكون مركز اقليمي للطاقه، مركز اقليمي لانتاج الهيدروجين الاخضر، انت بتسعى لانك تكون مركز اقليمي لانتاج الاطراف الصناعيه، ومن ثم ارسالها الى باقي دول المنطقه، اللي طبعا بكل تاكيد اكيد هتلاقي عندهم احتياجات لهذه الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه. انا عايز اربط بس انه من اقل من شهرين 20 سبتمبر اللي فات، رئيس عمل اجتماع مع نفس الوزارات المعنيه والوزراء المعنيين، عقد اجتماع بهذا الخصوص. ده تأكيد على أن الرئيس مهتم بشكل شخصي أنه يتابع كل التطورات اللي حصلت في هذا الملف، ويتابع نتائج الزيارات، لأن احنا هدفنا في الموضوع ده هو توطين الصناعة عندنا ونقل التكنولوجيا، مش الاستيراد خالص. احنا موضوع الاستيراد ده شلناه على جنب دلوقتي، احنا دلوقتي هدفنا أن احنا نوطن الصناعة، وده طبعا يأتي عن طريق نقل التكنولوجيا. فبالتالي بنبعت كل فترة وفود إلى الخارج عشان ننقل التكنولوجيا ونتعلم، وفي نفس الوقت في وفد من منظمة الصحة العالمية موجود دلوقتي عشان برضو يشوف إمكانياتنا إيه في هذا الموضوع. في شهر واحد من عام 2021، يعني احنا بنتكلم في حوالي سنتين، وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت منظومة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية. هذه المنظومة غرض الوزارة منها أن هي نعرف احتياجنا المحلي عامل ازاي من الاطراف الصناعيه. عملنا موقع، وحتى اللي مش بيدخل على الموقع ممكن يتصل ب 150 يدي بياناته عشان يكون عندنا قاعده بيانات لاحتياجنا المحلي من الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه. بالمناسبه بيتعاملوا مع كل حالات البتر، سواء بتر في الاصابع او في اليد او في القدم او في كراسي كمان متحركه او في حاله شلل، بيتعاملوا مع كل هذه الاجهزه. ممكن تتصل ب 150 لو حد محتاج مثلا جهاز من الاجهزه التعويضيه، بتصل ب 150 يدي بياناته عشان يكون عندنا قاعده بيانات للاحتياج، للمكان اللي هو موجود فيه، لطبيعه احتياج هذا الشخص. والمنظومه بتاعتنا اللي احنا اطلقناها دي بتستهدف انتاج 1,000,000 طرف صناعي وجهاز تعويضي على مدار 5 سنوات، بواقع 200,000 كل عام، وطبعا ممكن تزيد بحسب الاحتياج وبحسب الضغط وبحسب الطلب على هذه الاجهزه التعويضيه. هل بياخدوا الاجهزه التعويضيه دي بيدفعوا ثمنها في نفس التوقيت؟ اطلاقا. وزاره التضامن الاجتماعي بتتعاون طبعا مع منظمات المجتمع المدني، وفي قروض ميسره من خلال بنك ناصر. وفي حاجه كمان مهمه بالنسبه للاشخاص غير القادرين، في ابحاث اجتماعيه بتتعمل، الدوله بتتحمل نتيجه ده. ليه؟ لانه الهدف في النهايه هو هدف انساني. أيضا امبارح كان في مجموعة من الأحداث المهمة، أبرزها الاجتماع الأسبوعي للحكومة واللي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. خلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وده تمهيد لرفعها لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كمان امبارح رئيس الوزراء شهد توقيع اتفاقات بين تيدا وعدد من الشركات العالمية، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي إعصار 65 بالجيش الثالث الميداني. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع الأسبوعي للحكومة اللي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تمهيداً لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وده بعد تنفيذ التعديلات النهائية اللي أوصى بها الخبراء والاقتصاديين خلال مناقشات الحوار المجتمعي. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شهد بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بصلاح سالم توقيع اتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعدد كبير من الشركات العالمية لفتح مقرات ليها في مصر أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في مصر. الاتفاقيات دي بتستهدف توفير أكثر من 34,000 فرصة عمل جديدة للشباب. امبارح نفت الحكومة الشائعات اللي ترددت بخصوص انتشار حالات إصابة بوباء الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بمحافظة شمال سيناء،
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه الكلام ده مش حقيقي ولم يتم رصد أي حالات إصابة بالالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بالمحافظة، وقال إنه تم توقيع كشف طبي عشوائي على طلاب المدارس في المحافظة وتبين خلو جميع نتائج الكشف الطبي من وجود أي حالات إصابة بالالتهاب السحائي بين الطلاب. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة نظمت احتفالية لتسليم شهادات اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكلية القادة والأركان، واللي جاءت تتويجاً لاهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن ورفع رايته خفاقة في كافة المحافل الإقليمية والدولية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مركز القيادة الخارجي إعصار 65 واللي بتنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني وهيستمر لعدة أيام، وده في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. امبارح أيضاً المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة نفذت القوات الجوية المصرية واليونانية التدريب الجوي المشترك مينا 2 بمشاركة تشكيلات من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية المصرية. أما في المحافظات ففي مجموعة من الأحداث اللي حصلت امبارح في محافظات مصر، من أبرز هذه الموضوعات الانتهاء من تبطين 9 ترع ضمن حياة كريمة في الإسكندرية وتنفيذ 36 مشروع بقطاع تحسين البيئة باستثمارات 179 مليون جنيه في المنوفية، بالإضافة إلى تشغيل المركز الطبي لجامعة العريش لخدمة أهالي سيناء، وأخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الفيوم اللي تم فيها امبارح بدء التشغيل والإنتاج الفعلي بمصنع أعلاف جرافس بمركز سينورس بعد صيانته وتشغيله تجريبياً خلال الأسابيع اللي فاتت، وده في إطار الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وممتلكتها. في شمال سيناء بدأت جامعة العريش تشغيل المركز الطبي للجامعة لخدمة أهالي سيناء. المركز بيوفر عدد من التخصصات الطبية اللي بيقدمها مجموعة من أساتذة كلية الطب جامعة العريش بأسعار رمزية، وده من منطلق الدور الخدمي والمجتمعي للجامعة في دعم أهالي شمال سيناء وخاصة فيما يخص الجوانب الطبية. في أسوان قرر المحافظ اللواء أشرف عطية تشكيل لجنة فنية تضم المتخصصين والاستشاريين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والسياحة والآثار والري والتخطيط العمراني والمحليات لإعداد مخطط لمشروع متحف مفتوح متكامل سمارت وصديق للبيئة، وهو ما يساهم في خلق مقصد جديد جاذب للحركة السياحية. في كفر الشيخ نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة دورة إنقاذ الغرقى لأعضاء فرق الجوالة ومراكز الشباب التابعة لها بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ. في المنيا تفقد المحافظ اللواء أسامة القاضي أعمال التشغيل التجريبي لكوبري ملاوي أعلى ترعة الإبراهيمية جنوب المحافظة، واللي تم تنفيذه بطول 2 كيلومتر على 5 محاور بتربط شرق ملاوي بغربها وشمالها. في سوهاج أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة حملة ستر ودفى اللي بتستهدف توزيع الآلاف من البطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز المحافظة لمجابهة فصل الشتاء. في أسيوط تم تنظيم حفل زفاف جماعي ل 200 شاب وفتاة من أبناء محافظات الصعيد. حضر الحفل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي محافظ قنا والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر. في المنوفية قال المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون إن الاستثمارات اللي تمت بقطاع تحسين البيئة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي قيمتها حوالي 179 مليون و 18 ألف جنيه، وتم من خلالها تنفيذ 36 مشروع متنوعة. في الإسكندرية قال المحافظ اللواء محمد الشريف إن المحافظة بتعمل حالياً على الانتهاء من تبطين وتأهيل آخر ترع في المشروع اللي بيتضمن تبطين 10 ترع،
وأكد أنه حالياً تم الانتهاء من تبطين وتأهيل 9 ترع بنسبة 100%. في جنوب سيناء انطلقت حملة التطعيم ضد الالتهاب الكبدي بي لطلبة مدارس التمريض بالمحافظة، وده في إطار خطة وزارة الصحة للوقاية والحد من انتشار التهاب الكبدي بي وتحصين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بيه.